من الوسائل التشخيصية اللي دخلت مصر في آخر 10 سنين هو الرنين المغناطيسي للقلب. لما نسمع كلمة رنين بيبقى الموضوع فاكر إن الموضوع حاجة صعبة، لكن هو طريقة عشان أعرف أول حاجة في القلب حيوية عضلة القلب، العيانين اللي هيعملوا قسطرة، اللي هيعملوا دعامات، اللي هيعملوا قلب مفتوح والعضلة بتاعتهم ضعيفة. أنا إزاي أعرف إن هو بعد العملية هيستفيد هيتحسن؟ لازم أبقى عارف الكلام ده قبل ما أخد الخطوة دي. أنا هعمل عملية قلب مفتوح مش حاجة صغيرة، يبقى لازم أعرف إن أنا هيبقى عندي بعد كده تحسن. ده عن طريق الرنين المغناطيسي، بإن إحنا نعرف العضلة دي فيها تليف ولا لأ، فيها حيوية ولا لأ، عشان ناخد القرار بتاعنا صح. كمان الرنين المغناطيسي بنعمله علشان نعرف لو في اي واحد عنده اورام، هل في القلب اتاثر ولا لا، التهابات في العضله، كل دي حاجات بنقدر نعرفها عن طريق الرنين المغناطيسي. وهو مش حاجه لا ما فيش ما في له موانع، يعني العيان اللي عنده مشاكل في الكلى بيقدر يعمله، لانه احنا ما بنحتاجش صبغه غير في بعض الحالات البسيطه، مش كل حاله بياخد صبغه. ما فيش مشكلة لو هو ضربات قلبه ملخبطة، لو ما بيقدرش ياخد نفسه كويس، هو كل المشكلة ان هو بياخد شوية مثلا حوالي نص ساعة علشان يقدر يطلع كل المعلومات اللي احنا عايزين نعملها. فهو وسيلة جديدة، لكن اي عيان عنده مشكلة في العضلة بنقدر نعرفها عن طريق ده، لان هو ما بيعتمدش على واحد تخين او رفيع، ما فيش مشكلة خالص، هو اي عيان في مهما كان هتبقى الصورة بتاعته واضحة.